كلمة نارية لبوتين تصدم الغرب، وواشنطن تستعد لإشعال الصراع في تايوان، والصحة العالمية تحذر العالم، وأعاصير تجتاح أمريكا. بعدما أشعلت فتيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واشنطن تعد للحرب في تايوان كما فعلت في كييف. لا يكاد العالم يتعافى من تداعيات فيروس كورونا إلا وقد قرعت الصحة العالمية جرس الخطر مجددا. فما هو السبب؟ أمريكا تحتضر، أعاصير مدمرة تجتاح السهول الأمريكية، وتوقع إصابات وتقطع الكهرباء عن عشرات آلاف المباني. بكلمة نارية، فلاديمير بوتين يصدم أوروبا من جديد بقيادة مجلس هيئة الأمن الفيدرالية الروسية. واشنطن تعد للحرب في تايوان كما فعلت في كييف. التفاصيل: أصل الدمار في العالم ينقسم إلى قسمين، أمريكا وأمريكا. فشلت الولايات المتحدة من إضعاف روسيا من خلال دخولها في الحرب في أوكرانيا، والآن ترغب بدخول تايوان بحرب مع الصين، وبهدف جديد هو إضعاف التنين الصيني. لا تخفي الإدارة الأمريكية أنها تقوم بتحضير المسرح للعمليات القتالية في تايوان تماما كما تصرفت في فترة سابقة في أوكرانيا. الولايات المتحدة تواصل تسليح وتدريب الجيش التايواني، ولا تستبعد أنها ستقوم بإرسال الجيش الأمريكي للجزيرة التايوانية. ووفق له، يحاول الجانب الروسي الوقوف مع الصين ودعمها على جميع المنصات الدولية. كل حرب تخوضها أمريكا هي حرب تهدف لمصلحتها فقط، والآن الهدف الجديد بعد روسيا هو الصين. عزيزي المشاهد، مناطق الخطر التي تنظمها الولايات المتحدة في تايوان ستصبح أكبر يوما بعد يوم. فما هي توقعاتك لسيناريو تايوان والصين؟ هل هي حرب جديدة قد تبدأ؟ وهل تنجح مساعي أمريكا بتأجيج صراع جديد في العالم؟ الصحة العالمية تقرع جرس الخطر عالميا. حذرت منظمة الصحة العالمية الأحد من ارتفاع الأخطار العالمية من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور، بعدما أبلغت كمبوديا عن تسجيل حالتي إصابة به، إحداهما فتاة توفيت بسبب الفيروس. وأصيبت الفتاة وهي من مقاطعة بريفينغ الريفية الجنوبية الشرقية بالمرض يوم 16 من فبراير، وتم نقلها لتلقي العلاج في مستشفى بالعاصمة في 21 من فبراير، إذ عانت من الحمى التي وصلت حرارتها إلى 39 درجة مئوية مع السعال وألم في الحلق، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في 22 من فبراير. وأثبتت الاختبارات المخبرية وجود فيروس إنفلونزا الطيور المعروف بـ H5N1 فيها. ثم تم اكتشاف فيروس مشابه في والد الفتاة الذي لم تظهر عليه أعراض المرض، وهو الآن يتلقى العلاج في مشفى. وقالت الصحة العالمية إن هذه هي أولى حالات الإصابة بـ H5N1 التي تم الإبلاغ عنها في كمبوديا منذ تفشي المرض على نطاق واسع عام 2014. وهذه العدوى التي تصيب الحيوانات بشكل أساسي لديها معدل وفيات يبلغ نسبة 50% بين البشر. وقالت سيلفي برياند مديرة إدارة التأهب للأوبئة والجوائح والوقاية منها في منظمة الصحة العالمية إن الوضع العالمي فيما يتعلق بفيروس H5N1 مقلق نظرا لانتشار الفيروس على نطاق واسع في الطيور حول العالم. وأضافت: نحن على اتصال وثيق بالسلطات الكمبودية لفهم المزيد عن تفشي المرض. وحذرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان الأسبوع الماضي من أن الثدييات يمكن أن تعمل بمثابة أوعية خلط لفيروسات الإنفلونزا المختلفة، ما قد يطلق العنان لمتغير جديد قد يكون أكثر ضررا على البشر. أعاصير مدمرة تجتاح السهول الأمريكية، وتوقع إصابات وتقطع الكهرباء عن عشرات آلاف المباني. التفاصيل: اجتاحت سلسلة من الأعاصير ولايتي أوكلاهوما وكنساس الأمريكيتين، لتترك وراءها مسارا من المباني والسيارات التي لحقت بها أضرار، وتسفر عن وقوع إصابات وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات.
وقالت الشرطة في نورمان بولاية أوكلاهوما إن 12 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم جراء العواصف التي اجتاحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 128 ألف نسمة وأماكن قريبة منها في نحو الساعة 11 مساء. وأوضحت أنه لا توجد إصابات خطيرة تهدد الحياة. وأشارت الشرطة إلى أن العديد من الطرق أغلقت بسبب سقوط أعمدة الكهرباء والحطام، في حين أفادت وسائل إعلام محلية في جميع أنحاء أوكلاهوما. وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنها تلقت بلاغات عن 9 أعاصير في كنساس وأوكلاهوما. ويأتي الطقس القاسي بعد أيام من اجتياح عاصفة شتوية مناطق السهول الأمريكية والغرب الأوسط والبحيرات العظمى. وأفاد موقع أمريكي بأن أكثر من 130 ألف منزل وشركة ظلت في ميشيغان من دون كهرباء حتى الاثنين. فلاديمير بوتين يصدم أوروبا من جديد. سنستخدم كل الوسائل الضرورية لمواجهة أي تهديد لأمننا القومي، كلمة قالها القيصر الروسي بتهديد واضح وصريح لأوروبا وأمريكا. ولم يكتفي بذلك فقط، حيث قال بوتين في اجتماع قيادة الأمن الفيدرالي في موسكو متحدثا عن الأولويات الرئيسية لعمل الهيئة في المرحلة المقبلة: أولا وقبل كل شيء، من الضروري الاستمرار في مساعدة القوات المسلحة والحرس الوطني الروسي في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك دعم وحدات الجيش من ناحية مكافحة التجسس والتبادل السريع للمعلومات المهمة. وأضاف الدب الروسي: الأمن الفيدرالي تعامل مع مهام معقدة وغير نمطية خلال العملية العسكرية الخاصة، ولكن على الأمن الفيدرالي تعزيز عمله على الحدود الروسية الأوكرانية، ويجب تعزيز عمل مكافحة التجسس ووضع حاجز أمام مجموعات التخريب الأوكرانية. نظام كييف يستخدم أساليب الإرهاب، علينا الرد على كل تهديد لأمننا القومي، وسنستخدم في سبيل ذلك كل الوسائل الضرورية. يجب علينا كشف وقمع أنشطة أولئك الذين يحاولون تقسيم المجتمع الروسي باستخدام النزعات الانفصالية والقومية والنازية الجديدة. الشباب هم أكثر الفئات عرضة للخطر وتأثرا بدعاية المتطرفين وخاصة المثلية. حماية الفضاء الرقمي لروسيا والبيانات الشخصية ضرورية جدا. سنستخدم السلاح النووي في حال تطابقت الحرب الحالية مع عقيدتنا النووية.